الكليبي في 84 كانت انذاك 23 مليون، اليوم رانا في 46 مليون، 46 مليون غير ممكن ابدا باش نبقاو غربا جنوبا راه كبيره بزاف باش الولايات القديمه باش تستوعب كل الطلبات تاع المواطنين يصعب عليها هذا الامر هذا. اذا لابد من اعاده النظر فيما يسمى بالتقسيم الاقليمي، لابد من ترقيه مراكز عمرانيه كبرى كما هو الحال هنا باقبو باش تخفف على الضغط المتواجد على الولايه الام بجايه، وباش هذيك يكون تكبر احسن بمشاكل المواطنين برغباتهم بانشغالاتهم. ونحن نجوب اذا شوارع المدينه صبيحة اليوم ورحنا للسوق، مشاكل تاع المشاكل الاجتماعيه، مشاكل بطبيعه الحال تاع القدره الشرائيه، مشاكل تاع ممكن التنقل تاعهم يعني بصعوبه، منهم الذين يدخلون في سبوح الجبل، يعني مستوى الاطار المعيشي بالنسبه لبعض الاحياء، كل هذه سمعناها اليوم لما التقينا الى هؤلاء المواطنين. لكل هذه كل هذا لازم برنامج. البرنامج الاساسي كله راه يدور حول ترقيه المواطن وترقيه الوسط الذي يعيش فيه، اللي مع الاسف ما تمش تكفل بها نظرا للضغوطات الكبيره وللغرب ممكن قله المورد، وحنا في بجايه عندنا امكانيات، وانه ان شاء الله عن قريب تكون زياده على معامل ناس تاع انجاز، ناس تاع دي باتيسور، ناس تاع خدمه، ناس تاع ما ينتظروش الدوله دير لهم، هما اللي يديروا للدوله. سميره باش تعاود ترجع لكم وتعطيكم القائمه تاع واش حقق في ظرف وجيز جدا، شيء عظيم. والانجاز تاعو الحقيقي هو هذه اللحمه التي عرف ان من جديد يبعث بها ما بين افراد المجتمع الواحد، المجتمع الوطني الواحد، شيء مهم جدا جدا جدا. البارح كان في جانت، ربما كلش نتاع مثلا من ناحيه المود دو في يختلف تماما على تاع الشمال، ولكن يحسوا بجزائريتهم. هما متواجدين في الحدود مع البلدان الاخرى، يحسوا بجزائريتهم، غايرين عليها. هذا اللي كان هما كيما كانوا كيفكروا. البلدان موجوده، انتم قريب ان شاء الله ندشنوا المنجم تاع الرصاص وتاع البلون. وان شاء الله ثاني غادي نستخرجوا منه ما يمكننا لتصنيع ما يمكن تصنيعه لهنا، وتصدير تاعو كما رانا نصدروا اليوم مواد كثيره من الحديد، من الاسمنت، من كلينكر، من الفلاحه، حتى ان شاء الله ننوع من مصادر الرزق تاعنا، ننوع من مصادر المداخيل تاعنا، ما بقاش دائما تاع الريع تاع البترول يحبس الانبوب نحبسه. انا هذه ما نحبوهاش. فرصة باش يواصل المهمة تاعو سيخلق قاعدة صلبة للانطلاقة الفعلية للجزائر كقوة جهوية وكقوة لتمكن المواطن نتاعها باش يعيش العيش الكريم.